الجائحة. أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي تجاوز عدد الجرعات المعطاة في المملكة أكثر من 52 مليون جرعة، بينما وصل عدد المحصنين إلى أكثر من 23 مليون و300 ألف شخص. فيما يتعلق باللقاحات، الحمد لله تجاوز إعطاء الجرعات 52 مليون جرعة، واستفاد منها بالوصول إلى الجرعتين أكثر من 23 مليون و300 ألف، وكذلك هنالك إقبال متميز جدا يدل على وعي ووعي ووعي وإدراك بقيمة مواجهة هذه الجائحة بالمناعة المتحصلة من خلال اللقاحات، من خلال إقبال الأفراد على تلقي الجرعات التشريطية.